السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم 3/11/2021 في مصر. سجل سعر اليورو 18 جنيه و11 قرش للشراء، 18.27 للبيع. أما الجنيه الاسترليني 21.30 للشراء، 21.53 للبيع. أما الفرنك السويسري 17.10 للشراء، 17.31 للبيع. وسعر الين الميت ين يسجل 13.70 شراء، 13.87 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.